السلطان طالب يشوفه يا خانو. جيبها فورا. شو ما سمعت شو حكيت؟ سمعتك إبراهيم باشا، معقول ما سمعتك؟ إيه لكن يلا بسرعة روح جيبها بسرعة تحرك. حاضر على العين. اشربي هي من ايدي، لا تعصبيني هلا. يلا بقى عم قلك لا تعصبيني، اشربيها اشربي. استغفر الله. يا مصيبتنا يا درة، شو بدنا نساوي؟ السلطان طالب هيام، كيف بدنا نبعتها بهالحالة؟ شو بدنا نساوي؟ بظن حل هالمشكلة عندي. شو في إبراهيم خير؟ سنبل رجع من عند الحرم لك. قال هيام خانم مو حابة تيجي اليوم، قال لي وضعها ما بيسمح لها، هيك قالت له. غفر لي مولاي. شو هالوقاحة؟ هذا أمر فورا خليها تجي. هلا شو عم بتساوي كوثر؟ الامير مصطفى تاخر لحتى نام مولاتي. هلا روحي شوفي لي هالجاريه قامت على حيلها، عرفي لي كل التفاصيل وارجعي فورا، بدي اعرف شو عم بصير. ما بتاخر، رح شوف لك وارجع فورا. شو صار؟ ليش ما اجت معك؟ أنا كتير آسف يا إبراهيم باشا، والله وبالله اتدخلت عليها وما ضل غير وطي بس لرجليها، بس عبس ما رضيت. شو يعني ما رضيت تجي؟ ها؟ زنبول، شو هالجارية جنة يعني؟ السلطان سليمان عم يستناها، اللي شوفي شو صاير. لا شوف إلي، أنت شو مخبي عني؟ دستور جلالة السلطان المعظم سليمان. انت كيف بتخالفي اوامري؟ طلعي فيني وجاوبيني. لان وشي تشوه، ما عندي ليق بسلطان مثلكم. ما فهمت شو قصدك. رفعي راسك بلا ما تطلع فيني، مشان الله بلاها. مولاتي السلطان اجى على الحرم لك، بخاف يفوت لعند ألكساندرا ويشوف شو صار فيها. مين عمل فيك هيك؟ مين اللي تجرأ؟ بس قولي مين اللي عمل فيك هيك؟
لا تبكي بس قولي لي والله غير أخذ له روحه كرمالك. نا نايت ناهد دوران درة تعال شوف خدوها على جناحي فورا وجيبوا لها الحكيمة وبعدين بحاسب أكيد هلأ بتكون عم تشتكي له علي وعم تقنعه وتقول له إنه هي مظلومة وبريئة. يا خوف قلبي السلطان يصدق كلام هالجارية. قلي لي شو لازم أعمل؟ بنتي تعملي هيك؟ انتي السلطانة ناهد دوران مرتي وام ابني؟ جاوبيني كيف تجرأتي تعملي هيك؟ مولاي انتي كيف بترفع ايدك على واحدة من حريمي؟ وهالايد كأنها رفعت علي انا. من هاللحظة لا بدي شوفك ولا حتى ألمح خيالك. مولاي هيك بموت؟ طول ما أنا عايش ما عاد بدي أسمع صوتك. أنا فعلاً مالي مصدق. علاقتنا انتهت وما عاد تعني لي شيء. هيام هيام شو في هيام؟ بس على مهلك عليها. احكولي مين يلي شوهها؟ ما في شي وقعت بالحمام. يلا اجا وقت النوم الكل على فرشته بسرعة. امي شو اللي جاب السلطان لعندي بهالوقت؟ أكيد أنت بتعرفي أنا ليش جاي هلأ. ما بعرف والله. قلي شو صاير شغلت اللي بالي؟ بيتعلق بالحملة؟ لا لا أبداً، عن قريب رح نبلش بالحملة. مشكلتي الأساسية هي ناهد دوران. تحسب حسابك من بكرة الصبح مصطفى ابني بيضل عندي وهي بتبعتوها على القصر القديم ببيازيد. ما بدي إياها تبقى قدام عيوني. مو طايق شوف خلقتها بنوب. سليمان شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ لا تخلي عواطفك تحكمك. ناهد دوران بتكون مرتك ولا تنسى إنها أم ابنك كمان. هالشي ما صار بدولتنا من قبل أبداً وهاد بعارة تقاليدنا والعدل والعادات. والله بعد اللي عملته إذا بدي يكون عادل لازم أقطع له راسه قدام كل الناس. هذا هو العدل. وهلأ أنا أخذت قراري ومستحيل إن تضل دقيقة واحدة بعد اليوم بالقصر. غلطته لازم تتعاقب وهي عقوبتها.